بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فخامه الاخ الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نسعد اليوم نحن في زياره الى جمهوريه مصر العربيه، وياتي ذلك في اطار التواصل والتشاور المستمر بين البلدين في مستوياتها المختلفة القيادية وكبار المسؤولين. أنا أحب أؤكد مرة أخرى عن رضانا التام عن مستوى العلاقات الموجودة الآن بين السودان ومصر في شتى مجالاتها، سواء اقتصادية أو السياسية أو الأمنية أو العسكرية، وهنالك تطابق والحمد لله في كثير من وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. ويربط بين السودان ومصر، معروف لدى الجميع، تربط بين الجغرافيا والتاريخ المشترك والحاضر والمستقبل والبصير أيضا مشترك. تواصلنا مع بعضنا البعض هو حقيقة لدفع هذه العلاقات في مجالات المختلفة وفي كثير من المواقع التي تم تعطيرها من خلال الاتفاقيات التي وقعت واللجنة العليا التي تتابع وتراعي تنفيذ هذه الاتفاقيات.